الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أختي أجريت لها عملية في بطنها وكانت حائضا أكرمكم الله، وبعد 3 أيام طهرت، وقد حرص الدكتور ألا يمس منطقة البطن قطرة ماء وهي مغطاة، فاجتهدت في طريقة تحميمها للطهارة بحيث غسلت رأسها وغسلت أعلى صدرها وما هو أسفل من العملية، قامت هي بغسله ثم قامت بالوضوء لإتمام الطهارة، فهل عملنا صحيح؟ الحمد لله. المتقرر عند العلماء أن الله عز وجل قد رفع في دين عنا في ديننا الأصار والأغلال والحرج. قال الله عز وجل: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء بالإجماع أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، وأنه لا تكليف إلا بقدرة. والمتقرر عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز. كل ذلك مما يدل دلالة صريحة على صحة عملكم هذا، وأن منطقة البطن التي حذر الطبيب المسلم من أن يأتيها شيء من الماء، هذه يعني لا يجب غسلها، يسقط عنكم غسلها، يسقط عنكم حينئذ غسلها في حيض أو نفاس أو جنابة أو غيرها، لأنها منطقة يحظر وجود الماء عليها بقول الطبيب المسلم المأمون ذي الخبرة والمعرفة في مجاله. فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للهلاك، فهذه البقعة لا يجوز للإنسان أن يعرضها للماء، لأنه سوف يعني يتلف عمل الطبيب، أو أنه يؤخرها برئا، أو أنه يزيد في ألمها أو سرعة تماثلها للشفاء. ولكن كان الواجب عليكم أن تيمموها بنية ارتفاع الحدث عن هذه البقعة، أن تيمموها بنية ارتفاع الحدث عن هذه البقعة بعينها، لأن العضو المأمور بغسله إذا كان ثمة عذر يمنعنا من غسله فإننا نترك غسله ثم نتيمم في آخر الغسل أو الوضوء بنية رفع الحدث عما تبقى من هذا العضو الذي لم يمسه الماء للعذر. فمرة أخرى انتبهوا، لا توضئوها، ما نحتاج إلى وضوء في هذه الحالة، وإنما نحتاج إلى تيمم. فذلك الحدث الذي على هذه البقعة لا يرفعه في هذه الحالة إلا التيمم، لأنه تكميل للغسل. فيجب عليها أن تغسل بسبب الحيض أو النفاس أو الجنابة ما لا يضر غسله من جسدها، وأما ما يتضرر غسله من جسدها فتبقيه بلا ماء ثم تتيمم بعد ذلك. فمرة أخرى انتبهوا، يمموها بعد أن تغتسل، والله أعلم.